حمد لله على السلامه لكل لاعبو النادي الاهلي. والنهارده الحقيقه عوده النادي الاهلي للتدريبات في تمام الساعه 7 بدا التدريب للنادي، التدريب الاول للنادي الاهلي بعد الاجازه اللي كانت متواجده خلال الفتره السابقه، وتدريبات مكثفه. وقاد كابيلو رانجواجا مدرب احمال النادي الاهلي فقرات بدنيه متنوعه للاعبين في بداية المران، وذلك ضمن فترة الإعداد التي يخوضها النادي الأهلي استعدادا لاستئناف بطولة كأس مصر وبطولة السوبر المحلي. بيتسو موسيماني قرر راحة إضافية للاعبين الدوليين اللي كانوا متواجدين مع المنتخب الوطني لغاية يوم 6 سبتمبر حتى يوم السبت المقبل. يعني بداية اللاعبين الدوليين هيكونوا متواجدين في المران الجماعي ان شاء الله بدايه من يوم السبت المقبل. محمد الشناوي، ايمن اشرف، عمرو السوليه، حمدي فتحي، افشه، حسين الشحات، شريف، محمد شريف، وصلاح محسن. بيتسو موسيماني قبل بدايه المران عقد اجتماعا مع اللاعبين لمده نصف ساعه، اعقبه محاضره نظريه لمده 15 دقيقه، وذلك قبل خوض الفقرات التدريبيه. طب هل كان متواجد اللاعبون الجدد؟ زي ما حضراتكم شايفين ظهر عمار حمدي في الصوره، وظهر احمد عبد القادر في الصوره، وايضا شفنا العربي بدر. وايه اللي هيحصل بقى في الاعراض خلال الفتره القادمه؟ ده كريم فؤاد. ايه اللي هيحصل في الاعراض الفتره القادمه؟ ده اللي هيبان خلال الايام القليله القادمه. بكره ان شاء الله ميكيسوني في تدريبات الجماعية للنادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين، حسام حسن، كريم فؤاد. أيضا النهاردة بالمناسبة وإحنا بنتكلم عن اللاعبين المنضمين مؤخرا في الصفقات الأخيرة للنادي الأهلي، برستاو كان متواجد النهاردة. هو بالمناسبة كان في ماتش امبارح لجنوب إفريقيا وفازت على غانا بهدف مقابل لا شيء، وخلص المباراة ورجع على طول على القاهرة برستاو، وكان ليه وقفة كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. كان وقف مع بيتسو موسيماني لمدة دقيقتين ثلاثة، وهو قص شعره بس بالمناسبة عشان ما تفتكروش ان هو اهو ده برستاو زي ما حضراتكم شايفين، قص شعره وقعد في التدريب شوية مع اللاعبين، وبعد كده خرج ليكمل تدريباته البدنية خارج الملعب لانه كان عنده ماتش امبارح، وزي ما قلت لكم وصل القاهرة النهاردة الصبح. بكرة إن شاء الله ميكيسوني سيكون متواجدا في التدريبات الجماعية، وبكده هيكون كل اللاعبين اللي تعاقد معاهم النادي الأهلي متواجدين إن شاء الله غدا في كل التدريبات الجماعية، سواء برستاو أو ميكيسوني أو أيضا كريم فؤاد أو حسام حسن زي ما حضراتكم شفتوا اللي متواجدين من النهاردة.